الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا ولا اعتصامنا إلا بالله وما توكلنا ولا اعتمادنا إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمداً صلى الله عليه وسلم الذي جسد لنا من خلال سيرته هذه الآيات التي عرضتها وسردتها عليكم قبل لحظات صلى الله عليك يا سيدي يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم أما بعد إخوة الإيمان والعقيدة إخوة الهجرة في سبيل الله أوصيكم ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله عز وجل وأحثكم على طاعته وأحذركم وبال عصيانه إخوة الإيمان بالأمس شاهدت فيديو من قرية صور باهر هذه القرية هي إحدى القرى التي اغتصبها الصهاينة في أرضنا لا أرضهم المباركة فلسطين التي قال الله عز وجل عنها ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين شاهدت فيديو في مسجد ووجهاء القوم والعلماء يجمعون لأبنائنا في المخيمات وبينما هم يجمعون هذا يدفع 100 شيكل طبعا هذه القرى ضمن ما يسمى اليوم بإسرائيل دخل رجل مقنع لا يريد أن يعرفه أحد فوضع كيسا من المال ثم انسحب قالوا له هل نحن في أفلام؟ عرف عن نفسك خرج من الباب الآخر فورا الكاميرا تصور عدوا المبلغ فإذا هو وحده من هذا الرجل 8300 دولار هؤلاء الإخوة في قريتهم وفي قرى فلسطين أثبتوا أننا أمة واحدة لا تفرقها الحدود ولا تغيرها المسميات وأثبتوا أنهم على ارتباط بأمتهم وبآمال وآلام هذه الأمة بينما كثير من الحكام في غفلة نائمون سمعت أحدهم يقول
لن نرسل مالا لإطعام المخيمات، وإنما سنحول تلك المخيمات إلى قرى حتى آخر خيمة. هنا تذكرت قول الله عز وجل: هذا الذي سردته عليكم قبل قليل. دخل المقنع لا يريد أحد أن يعرفه، لا يريد أن يعرفه أحد، أنفق المال وذهب. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: إنما نطعمكم لوجه الله، لا يبحث عن ظهور، لا يبحث عن مدح أو ثناء، نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. طيب لماذا نفعل ذلك؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. عندما يخاف المسلم ذلك اليوم، عندما يخاف المسلم ذلك اليوم العبوس القمطرير، قال تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم. وليس هذا فحسب، ولقاهم نظرة وسرورا. هل تريد أن تتمتع بالسعادة في هذه الدنيا؟ وهل تريد أن تتمتع بالسعادة في الآخرة؟ لا تعش لنفسك، أسعد الآخرين، حصل أكبر عدد ممكن ممن تدخل إلى قلوبهم السعادة، حينئذ تنال السعادة وتشعر بالسعادة. هذه دراسات علمية يقولون: عندما تدخل السعادة إلى قلوب الآخرين، فإن هرمونا في الدماغ يدعى هرمون السعادة اسمه دوبامين، يعرفه الأطباء، يفرز. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعيشون هذا المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أصحابه على هذا المعنى. جاءه أعراب يطلبون منه المال، لباسهم ثيابهم رسة، الفقر يظهر عليهم، فنادى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يبادروا كل بما يستطيع. قال: فصار في المسجد تلتان، تلة فيها صرر من اللباس وتلة أخرى من الطعام. قال: فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جرير بن عبد الله البجلي راوي الحديث: حتى صار وجهه كأنه مذهبة، كأنه فضة متلألئة. يتقدم أحبابي إلى الأمام، تقدموا وافسحوا الطريق للداخلين، تقدموا تقدموا، سدوا الفرج، تقدموا، بارك الله بكم. قال: حتى رأينا وجهه كأنه مذهبة. النبي عليه الصلاة والسلام من خلال خطابه كان يثبت هذا المعنى. جاء في الحديث الذي يرويه الشيخان البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته. شيء عظيم، شيء عظيم. أنت أتريد لحاجتك أن تقضى؟ فقط تحرك في قضاء حوائج إخوانك من غير أن يعلم أحد. كن كجابر عسرات الكرام، كن كهذا المقنع الذي حدثتك عنه قبل قليل. الله يرى إذا كنت لا، إذا كان الناس لم يعرفوا معروفك فإن الله يعرفه. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما انتهت معركة القادسية
جاءه رجل رسول من سعد بن أبي وقاص القائد العام لمعركة القادسية يخبره بتقرير سريع عن المعركة، فأخذ يذكر له أصحابه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن سقطوا شهداء في تلك المعركة. قال: يا أمير المؤمنين، سقط فلان وفلان وفلان وفلان، ذكر له من يعرفهم. قال: وخلق كثير لا تعرفهم. فقال عمر: إذا كان عمر لا يعرفهم فرب عمر يعرفهم، رب عمر يعرفهم. ألا يعرفهم الله؟ هؤلاء الشهداء الذين سقطوا في الثورة السورية، ألا يعرفهم الله؟ حتى ولو جاء من تاجر بدمائهم وبنى إيديولوجيات على حسابهم، ألا يعرفهم الله؟ ألا يجازيهم الله خير الجزاء هؤلاء المعتقلون بصبرهم أو باستشهادهم؟ إذن الله يعلم. أنت عليك أن تقدم المعروف لأجل الله، والله يقضي حوائجك من حيث تدري ولا تدري. قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي حديث آخر قال: من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسره، لاحظ معي الحديث، من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسره، يعني أنت تعرف أن جارك يحب هذه الحلوى مثلا، فطرقت بابا أتيت بها إلى بيتك فقلت له: أحببت لك هذه الحلوى. قال: سره الله يوم القيامة، أنت فعلت فعلا لتسره. قال: سره الله يوم القيامة. حديث آخر نختم به هذا الموضوع. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا؟ قد تقول لي: ما علاقة هذا بالسرور والسعادة وقضاء الحوائج؟ أقول لك: انتظر. هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا؟ قالت: نعم، عندما حطمه الناس، يعني في آخر أيامه، عندما تعب بسبب هذه الأمة ومشاغل الناس وحاجات الناس التي كان يقضيها في حياته، حينئذ لم يعد يستطيع أن يقف على قدميه في الصلاة، فصلى قاعدا. نعم، عندما حطمه الناس. إذن أيها السادة، تريدون السعادة، تريدونها، فلنعش من أجل بعضنا، ولنخلص النية في ذلك لربنا. يؤسفني أن بعض السوريين، ولا أعمم طبعا، صار عندهم حالة استرخاء، بعضهم، وأكرر بعضهم حتى لا يطعن أحد بكلامي، خرجوا من بلادهم، البعض نسي سوريا ونسي الآلام ونسي كل شيء. إذا قامت حملة لا يكون من أصحاب هذه الحملة. بالأمس ذهب مجموعة من المحامين الأتراك من أجل أن يقدموا اعتراضاً على أمرين يخصان السوريين، كان بينهم سوري واحد فقط، محامي واحد فقط. وقد رأيت الفيديو ورأيت ألم هذا المحامي. لماذا واحد فقط؟ كم منا من تجنس وصار يستطيع أن يدافع عن حقوق هذه الجالية؟ كم؟
عشرات المحامين الأتراك انتفضوا لأجل بعض القضايا، لا أريد أن أثير شيئا، فرفعوا دعوة، لكن بينهم لم يكن سوى سوري واحد. يا أخي ينبغي أن نحرك هذه القلوب. نحن جارية ضعيفة فقيرة، لا يسعدنا إلا أن نتعاضد فيما بيننا، وأن نتماسك فيما بيننا، وأن نخضع للقوانين. لا أدعو أحدا أن يتخلى عن القوانين في كل البلاد التي نذهب إليها، لكن أعود فأقول خير بلاد هذه البلاد. يكفي أننا في بلد مسلم على ما يعترضون من سلبيات، لكن في النتيجة الحمد لله لقد وفقنا الله في الاختيار الحسن. لكن علينا أن نتماسك وأن نشعر ببعضنا وأن نتكاتف فيما بيننا وأن ينظر بعضنا في أمر بعضنا وأن نحتسب ذلك لربنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لك ربي كما أمرت، وصلاة وسلاما على نبيك الذي لنا أرسلت، رضوان الله على صحابة كرام برر بهم سماء هذه الدنيا أنرت. أوصيكم إخوة الإسلام ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته وأحذركم وبال عصيانه. دعوتي لنفسي لكي أكون سعيدا، ولإخواني جميعا فردا فردا لكي يكونوا سعداء، نقول علينا ألا ننكفئ على أنفسنا، علينا أن نمد أيدينا لبعضنا، علينا أن ندعم أمثال هذه المراكز التي صارت موئلا وتربية لأبنائنا وجيلنا بفضل الله، وحفاظا على هويتنا الإسلامية التي أكرمنا الله عز وجل بها. سأذكر لكم قصة سريعا، هذه القصة تحتاج إلى مؤلفات وإلى محاضرات، لكنني سأختصرها بكلمات. رجل كويتي مسلم طبيب اسمه عبد الرحمن الصميد، لعل بعضكم قد سمع به. هذا الرجل طبيب، زوجته ورثت من أبيها 80 مليون دولار حصتها فقط. كم هي من أهل السراء؟ يعني مليار ليرة تركي ورثت. هذا الرجل ترك عيادته والمستشفى التي كان يعمل بها في الكويت، وقرر مع زوجته أن يعيش لأمته. عاش 30 سنة مترددا على أفريقيا، لم يترك شيئا من الخير إلا وفعله. بنى المساجد، دخل إلى قرى لا تعرف الإسلام فأسلم. عبد الرحمن الصميد ترحموا عليه، ولا تنسوا هذا الاسم، توفي قبل فترة وجيزة. حفر الآبار، وضع البنية التحتية، وضع مستوصفات، بنى مدارس، وبنى أجيال. هذا الرجل أسلم على يديه ما لا يقل عن 10 ملايين إنسان لم يكونوا يعرفون الله عز وجل. هذا الرجل كان إذا دخل إلى الكويت يصطحبه أمير الكويت، شخصية معروفة. هذا الرجل سمعته يقول والله
أشعر بأنني أسعد الناس لأنني عشت لأجل الناس. ويأتي بأمثلة، ادخلوا على اليوتيوب وتابعوا قوله، هو توفي رحمه الله، وانتفعوا بهذا الكلام وهذه التجربة العظيمة التي لا تستطيع كلمات أن تحصرها لكنها إضاءة. إذن علينا ألا نستأثر بالخير لأنفسنا كي نشعر بهذا الخير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، قول آمين، ولك الشكر على ما أنعمت وأوليت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عزنا في غربتنا، اللهم عزنا فيما بقي لنا من عمرنا، اللهم لا تذلنا في غربتنا، اللهم لا تذلنا فيما بقي لنا من عمرنا، اللهم أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وأمتنا ما دام الموت خيرا لنا، وإذا قضيت بقوم فتنة لا سمح الله فاقبضنا إليك غير مفتونين، لا ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا على أعدائك، نحب بحبك من أحببت يا الله، ونعادي بعداوتك من عاديت يا الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله، قوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله.